صبحكم الله بألف خير جميعا والسلام عليكم. اليوم مثل ما تشوفون هدفنا قمة تايتلز في مدينة إقربيل. هاي من الخارج موقف السيارات، موقف الباصات، هذه مدينة إقربيل قريبة من لوزير، قريبة من ستان، وهذا هاي على ثلاث مراحل، تلفريك على ثلاث مراحل لين توصل القمة. قمة عجيبة والثلج مضمون فيها طول السنة، طول السنة تحصل ثلج. طبعا أنا جيت مرتين قبل بس للأسف ما صورته، وفيها أنا أذكر أي مطعم الهندي بعد موجود، في كارشاي كرك وفيها سمبوسة موجودة عند هاي الصندق البيضة، فيها مطعم هندي. ما يخلى مكان سياحي في سويسرا إلا وفي فيلم هندي، واحد من الأفلام الهندية اللي صورتني. الغمة حاليا على الغمة، ثلاثة كيلو، 20 متر، 3000 متر. شوف عظمة الخالق في خلقه سبحان الله. شوف هنا على الغمة حاليا 3020 متر، 10000 قدم بالفيت يصير صوب الثلج. يعني الثلج طبعا مثل ما قلت لكم مضمون 100% طول السنة. بس تحملوا عن السلب، تحملوا عن الزلق، انا اقول لكم تحملوا وشوفني بزلق. والله يا الصينيين ما اكثرهم كل هذا جبال من الثلج. وفيه تقدر تركب الكرسي، في كرسي ينزلك إلى قمة ثانية للتزحلق، اللي يبغى يتزحلق على البالونات. الكرين اللي يعدلون به الثلج. إذا في شمس لازم تلبس نظارة شمسية، لازم تلبس نظارة شمسية، فيها انعكاس الشمس على الثلج خطير جدا وقوي جدا. هذه مدينة إقربيل تايتلز في مدينة إقربيل، مدينة جبل الملائكة على تفسيرهم. هذه القمة من فوق. اللي يروح مرة يروح، ما صورت الله، ما أبغى أصور بندت عندك. يلا اسحب اسحب. المرة الأولية بنزلت عند الكام، الحين بشغل الكام قبل أركب. هني زلاقيات، الصوب الثاني زلاقيات على البلاستيك على وأنت جالس، لكن هذه أمتع، التيوب أمتع.
مرحلة التزحلق، كل واحد يشيل التيوب عقب ما يخلص ويركب السير مثل التلفريك يوقف فوق. هذه هيك الطريقة هاي. هالمرة باباي يلا 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 وتنزلك. رافع ايدي مو ماسك شيء. جيمس بوند. ايوه اخيرا صورت. اوف اوف الرجوع الى القمة. اذا كنت تمشي على الثلج نصيحة، لا تخلي يدك في مخبرك. لو انك تنزلك ما يعني ما عندك الوقت انك تحط يدك تحتك، دائما خلي يدك فري. لو تنزلك طوال تقدر تحط يدك قدامك. هاي نصيحة، اي مكان زرق ثلج ولا غير ثلج تحمل تخلي يدك في مخبر جاكيت او مخبر البنطلون. تحياتي للجميع. من الغربان ما يعني هذا جوهم، ما يعيشون الا في المكان شي البارد على القمم. نرجع لصورة شاروخان. طبعا احلى الافلام الهندية مثلت في سويسرا وفي بريطانيا، لكن سويسرا لها طابع ثاني. ما كل الغمم مزودة بالمطاعم وبالحمامات، كرمكم الله بكل حاجة، كل شيء موجود. حتى لو ناسي تشتري جاكيت ولا شيء تحصل. 5 أدوار، كل دور في شيء. تبغى تشتري شيء للذكرى. صالة البانورامية. هذه صالة البانورامية. إذا تبغى تكتب شيء في جدار ذكريات، تكتب اسمه كل حاجة ولا رمز ما يكتب، بس يبغي له شوي ضرب. ننزل المطعم. يمدحون البيتزا عندهم. سكريم. تغديت أنا هني. يا الله رد بي الزمن 4 سنوات. هاي سيد. أيوة. هذا المطعم الثاني. هذا الدور الأول. إذا كنت تبغى غفاز جاكيت كل شيء موجود، تقدر تشتري مني إذا نسيت ولا إذا استبرت. ملابس ذكريات، ميداليات، أشياء. هذا هاي قمة تايتلز الغريبة جدا من لوزير، تقريبا 40 كيلو 50 كيلو. ننتقل إلى الكهف الجليدي. هذا يعني التصوير ما بيبين، عبارة عن كهف بارد تمشي فيه.
هذا يسمونه الكهف الجليدي. خلي بالك من السلب. جليد دور داير عليك. إلى الخروج. هذا هو الكهف الجليد اللي تقرير بسيط عن معلم سياحي سويسري. السموح هذا في تقصير الأخ اللي يقول يبغي يزور مدينة كرامبي في تايلاند. يا أخي شوف تايلاند البلد الوحيد اللي لا تحاتي لا فيه لا طيران لا فنادق لا مواصلات، يعني كل شيء متوفر وبكثرة. بس يوم في مدينة كرامبي السيتي سنتر كئيب جدا. روح اسكن على البحر، أي فندق على البحر يخيرونك. أول ما تنزل في المطار يقولك تبغى السيتي سنتر ولا ذا بيتش، قول له ذا بيتش، روح هناك وانزل. فنادق على أكثر عن شعر راسك. أنا أرسلت لك إيميل وخبرتك بكل التفاصيل. كوه سموي اسكن في الشارع الرئيسي تشيوينغ تشيوينغ رود. خلاص روح هناك واختار الفندق اللي تبغيه. تحيات الجميع والسموح إذا في تقصير. نشوفكم إن شاء الله في مكان ثاني. المرحلة الثالثة والأخيرة. الوصول للغمة. هاي مرحلة من المراحل النزول إلى تنزل تحت وين تزحلق. هذه المرحلة وتنزل تحت وين الألعاب. أول ما كانت فيها تذاكر هالمرحلة، لكن الحين أشوفها سووا لها تذاكر. الكبير ب 17 12 والصغير ب تقريبا ب 7. والتذاكر الدخول أول ما تطلع وتصعد 89 للكبير، أدولت 89 فرنك، طبعا كله بالفرنك. الفرنك الواحد يساوي 4 ريالات أو 4 دراهم، أقل شوي عن اليورو. اليورو 5 دراهم. أول هاي الكراسي احنا نشوف متعدلة. الكراسي الأوليين كانوا مو بال، هاي نشوفه أحلى عن الأوليات وأريح. كان فعلا سويسرا سياحية من الدرجة الأولى. وين بتروح؟ مستغلين الغمم، مستغلين الشلالات، مستغلين كل حاجة. الأنهار. بداية الصعود للأعلى. وهذه مدينة إنجلبيرغ. هذه المرحلة الثانية، هالصندوق هذا، وبعدين المرحلة الثالثة الدواري اللي دور. طريق العودة للنزول، واللي يبغي يقفز بانجي من هالمكان في موفر لكل شيء. هني ناس يستنونك تحت. شوف السهول كيف. ثيات موقف قمة تايتلز في مدينة إنجلبيرغ. شماليات 4649048، شرقيات 008239891.